قوم يا حبيبي، بقالك كتير نايم. ياه، والنهارده لا بصوره كده وحشه فرح خالص خالص. استعبط معلش، كان عندي شغل. وحشتيني. وانت كمان. دي نمت؟ ايوه، مع ماما وبابا جوه في الاوضه. مع ماما وبابا جوه في الاوضه. قوم نام بقى. استني بس، استني. ايه؟ في موضوع مهم جدا انا عايزك فيه. البنت دي ده امبارح بعتت لي ميل وكانت متضايقه قوي. لو النبي، دي ده بعتت لك ميل؟ ايوه، وقالت لي يا يونس يا بابايا الوحيد، انا يعني محتاج اخ العب معاه كده عشان حاسه بوحده. النبي وربنا. بس يا يونس، ماما وبابا نايمين جوه. دي احلى حاجه ان هم نايمين جوه واخدين البنت في حضنهم. مش احسن ما بتطلنا هنا كل يوم وتنام في وسطنا وتعرفنا؟ ما هي لما بتنام بدري انت يا اما بتيجي متاخر يا اما بتفضل قاعد على الكمبيوتر بتاعك لما خلاص بقت حاسه انه ضرتي. معقوله؟ ده انا بدي يوم لما اجيب لك دره، اجيب لك دره مكنه. تقليل ادب. لا ما تقولش يعني، ما تقول يعني ان انا قلت لك دره لازم تبقى صاروخ كده زيك. كده كده مش هينفع عشان ما يصحوش. احنا نتكلم من غير صوت. متاكد؟ اعملي ميته، اعملي ميته. انا مرت فيها. ايوه ماما. طمنها يا يونس. خير ان شاء الله. انت محفظه.